السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين، تحية خاصة لخوكم نافع لجميع الممالية صغار وكبار داخل الوطن وخارج الوطن. توليعة مسائية في النهار الرابع ديال رمضان، سمحوا لنا على التعطيلة أخوتي، أنا نكلو في الحمام ونشوفو الحميمات. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة إخواني المشاهدين، سمحوا لنا على التعطيلة كما العادة. نشوفوا الحميمات، درالنا اليوم واحد الشاي طيبة بعدا. علاش لا قلنا ما نديروش شي تصوير في هذا رمضان تاع حنا، نولعوا الاصدقاء. تحيه للجميع، مربي الحمام بدون استثناء اخواني المشاهدين، تبارك الله. الشنيبرات هنا هما ديال الفوا، الشنيبرات وجدوا تبارك الله، مدفالة تبارك الله، تا هما قراب يوجدو. اللهم بارك، اللهم بارك. ها هما، وهذا تا هو واحد الكولور تا هو زوين. ها هو، اللهم بارك. هذا خرج شوية كحل، شوية تفليك حلو، وهذاك شوية صافي. ها كيضرب اخايا، عم عن عن اي 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 الضربة هاك هاك الودلي. اللهم يسير ولا تعسر. نضرب جامل الشنيد ويجور ود، تبارك الله. هادو اللي كانوا فقسين هنا راه ماتوا ليهم الشنيبرات اخواني المشاهدين ديال السي بي ان، وجوج شنيبرات انا نوريهم ليكم، انا نوريهم ليك اخاي سيموس بيجو فورك باش ما يبقاش فيك الحال. تحيه ليك. ها جوج شنيبرات اللي مشاو مساكن ديال السي بي ان وتا بلاصتهم هي هادي، انا نوريهم ليكم. غنوريك هاد الجويجه تا هي هي فقسات. اللهم بارك. واش نبير ولا واحد ما هما بجويجات. اللهم بارك، نحيد لهم هاد القشيرات. هما جوج، ولكن هاد البيض اخواني المشاهدين باش عرفوا شنو كاين، هاد الشنيبرات هادو راه ولاد داك القرطاسية اللي هربات، والقرط والبيض هذا ولاد هادو، ولاد هاد الجراني هادو نيت، راه هما اللي ماتوا اللي كان عليهم يفقسوا في هاد المرة هادي، هما اللي ماتوا. ولكن هادو ديال ولاد القرطاسية اللي حاط لهاد البيض ديالهم. طلعت ليه مع العصر، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. وهاد البداعة هادو راه حاط ليهم البيض الفوياجور هادو، هادو البيض ديال البداعة، والبيض ديال الفوياجور راه حيدتو. ها هو فينا هو هنايا فهاد التقيبة، عندي ما ندير بشي فوا دابا. الجويجة هادي راه كانت مبيضة هنا وحيدت ليها البيض، كنت حاط ليها البيض ديال الفوياجور وحيدتو. هذا قلت لك هو اللي ماتو ليه الشنيبرات دابا.
mijn werk. Ah, zit hier zo, wat houden ben je kan je raden bij je hier zo. Dat is wel lauw mijn werk. Antje, wat zei je? مبارك إذا لاحظت الكولورات تقريبا اللي عندي كيتشابوا إخواني المشاهدين. تحية لخويا فتاح ويسري لابرادا، خويا رضا، خويا أيوب، سيمو بيجو فولك، عرفتو نفس الكولورات تبارك الله. الزيتية هي واحد السيد من المشاهدين قال لي أخويا داك الزيتية نافع، قال لي راه الزيتية صفاقات بويض. ها هي راه ماشي صفاقات بويض، زيتية كاملة. ما نعرف واش زيتي ولا زيتي، الله اعلم، باقي ما بينش هذا. اللهم بارك. ها هو الشنيبير تبارك الله، كسال مع راسو مشمش، ما كيخافش مني. ها قرب ليه كاع ما يتحرك. مالكم نتوما؟ هو تبارك الله حتى وحدينا هما مبيضين هنا، راه ما نسيت ما قلت لكمش اخواني المشاهدين، هادو راه بيضوا هنايا البيض ديالهم نيت. اردك 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 تلاهو معاك في هذا رمضان. اردك اردك اضرب اي ادل ازقعد ادل اي اي تكير. هذا هو السبعه، السبع ديالنا شي الاسد، شي حافظ الاسد، هذا غنسميه حافظ الاسد هذا. ها هو، واسمع اخي سيمو بيجو فورك، وانت عندك سلطانه وانا عندي حافظ الاسد. ها هو ولد الحرامه اللي قتل عباد الله. ها هو، ها هو، ها هو الاسد. ها زويجات كيتبارك شحال من واحد كيقول لي اخويا نافع. الناس ديال الواتساب سمعوني مزيان، الله يجازيكم بخير، عواشركم مبروكه. واللي كيقول لي نافع وري لي الكوبلات اللي عندك، ولا اللي باغي تبيع، ولا المهم انا نوريك غير الكوبلات اللي عندي باش تعرف عندي هاد البداعه هادو. كاين هاد البداعه هادو، هاد البدعي وهاد البدعيه، الكوبلات اللي عندي داليا. هذا على اختك، هذه اختك، وهذه اختك، اختو اخواني المشاهدين. داك الصفاقات بويض، هذه اختو. اسمع الكوبلات اللي كاينين، كاين هاد البداعه ها هما، كاين حافظ الاسد والنتوه ديالو، ها هي كاين هاد العزوه. هذا راه فرادي، هذا فرادي، هذا راه موز زيتية، هذا مع هادي العزوه فرادي كما قلنا. شراني هذا فرادي تا هو، زيت صفاقات فرادي. هذا فرادي كما قلنا، هذا النتوه ديالو، هذا الكوبلة، هذه الذكر هذا والنتوه ديالو بدعية، هذه كوبلة كما قلت لكم. الكوبلة الأولى هي هذه اللي كتشوفوا دابا، هذه كوبلة. حيت شحال واحد كيقول لي نافع صور لي الكوبلات اللي عندك، ها انت اخويا هاد الكوبلة هذه كما قلت لكم، والاسد مع النتوه ديالو كوبلة ثانيه كما قلت لكم. البداعه
بدا هاكو بلاتة هما هي ثلاثة كما قلت لكم. هذا فرادي هذا فرادي هذا البيض تا هو حسبو فرادي راه طراو ليا بهذاك الفويجور ولكن غنحيدها ليه حسبو فرادي تا هو العزوة اللهم بارك. زاد الزويون ديالي ها اول انتاج ديالي هذا اللهم بارك. ها ولا كيهز ام ام تا هو تبارك الله يا ولا كيرخيها تا هو. اختو فينا هي ماشي اختو ولكن تقريبا في صاله وحده زياده في خلق في نهار واحد ومواد ها نوريك الشنيبرات اخي سيمو بيجو فورك اللي ماتو ها هما اخي اسمو محمد جوج شنيبرات ديال سيفيانوس مساك اللهم بارك ها هادو ولاد الاسد ولاد العزوة ها هما مساكن ما يبقاش فينا الحال مكتاب ليهم يعيشو يعيشو مكتاب ليهم يموتو يموتو ها تخنفير ها شو اللهم بارك تخنفير ها الله يرحمهم. ها الاخر ها انت الله يرحمهم دوز حي نتمنى ما نكونش طولت عليكم اخواني المشاهدين. راه قبل رمضان بنهار ما درت شي فيديو واقيلا انا ياك السبيه جات لعندي وهذا الجرانيه راه كوبلا هذاك الجرانيه راه هي وهذا كوبلا الرابعه حيت شحال واحد كيقول لي نافع واش عندك شي حمام للبيع اها عندي صور ليا اخويا راه كتفرج في الفيديوهات راك عارف الحمام اللي عندي راك عارف الحمام اللي عندي انت كتفرج مثلا بنادم خصو جويج خصو شي جويجه راه يقول يا نافع بغيت داك عزي صفاقات بويض والنتوى البدعيه ولا بغيت داك بوطاسه والنتوى العزيه داك التصوير اخوتي راه كيقهرني كتصور البنادم وكتصيفط ليه وكذا في الاخر ما كت طلع في راسنا التصوير اخويا راه 100000 واحد كيقول لك صور ليا اخويا صور ليا وصيفط ليا رغم انه راه كيتفرج في الفيديو عارف الحمام ديالي كيقول لك تصنت اه واه شادهم ولا ما شادهمش انت اخواني المشاهدين هاد الفيديو هذا نقدر ندير فيه حتى 20 دقيقه ان شاء الله حيت ما كنلوحش بزاف اخواني المشاهدين شحال واحد كيبغي يتولع كيقول لي انا نافع طول الفيديو حيت انا ما كنديرش ما كنصورش ديما عندي هاد الفيديو فيه ثلث ساعه لا فيه يا هذيك ثلث ساعه خويا راه الشتا مزيانه اخواني المشاهدين دا الشتا هاد الايامات مجهده والريح عاد نطلع عاوتاني ندير شي تشطيبه ونقادو
خبزة. نوض الزراعة. صور انا كما قلت لكم اخواني المشاهدين حاولوا نديروا ثلث ساعه دابا راه 19 دقيقه و7 دقائق 19 دقيقه و 14 ثانيه عفوا نتمنى تكونوا تولعتوا معايا شويه اخواني المشاهدين تحيه خاصه من خوكم نافع سمحوا لي بزاف والله العظيم على التعطيله على حسب الظروف كما قلت لكم رمضان كريم